السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكو في فيديو جديد من قناة المستر. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من القناة بتاعتنا إن شاء الله، وتعمل لايك للفيديو بعد ما تتفرج عليه ويعجبك. النهاردة هنكمل موضوعنا عن قواعد اللغة الإنجليزية زمن المضارع التام. اسمه ايه بالإنجليزي؟ The Present بيرفكت تنس. طيب هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن التكوين والنفي والاستفهام والاستخدام الخاص بزمن المضارع التام. هو زمن مهم لانه مهم جدا لجميع الدارسين في الاعدادي والثانوي وكل المراحل، حتى اللي بيتعلم انجليزي فقط. التكوين بيتكون من ايه المضارع التام ده؟ have او has زائد التصريف الثالث للفعل. طيب have بتستخدم مع الضمائر ايه؟ I, we, you, they. طب has تيجي مع الضمائر he, وشي, وات، او الاسم المفرد زي علي، سهى. طيب نشوف احنا التصريف الثالث ده عبارة عن ايه. انا عندي فعل مثلا زي play، الماضي منه played، والتصريف الثالث منه played. ده فعل عادي، يبقى الافعال العادية في التصريف الثالث هنضيف لها ed غالبا. طيب في فعل ايه غير منتظم زي ميك مثلا، الماضي منه ميد والتصريف الثالث ميد. التصريف الثالث ده اللي هنستخدمه بعد هاف او هاز. الافعال الشاذة بنحفظها. نشوف مثال I have played tennis، فين المضارع التام؟ have played. طب جبنا have ليه هنا؟ عشان الفاعل I. المثال الثاني هدى has made a cake، طيب فين التصريف، فين المضارع التام؟ هاز ميد. استخدمنا هاز ليه؟ عشان هدى مفرد. ترجمة الجملة دي ايه؟ هدى هاز ميد كيك، يعني لقد صنعت هدى كيك. نشوف النفي. النفي بنستخدم نوت بعد هاف او هاز. I have played tennis، نفيها ايه؟ I have not played tennis. ولو في مثال في هاز هنحط نوت وخلاص بعدها، سهلة. طيب الاستفهام بقى، في نوعين من الاستفهام، استفهام بهل نبدأ بيه، هنستخدم هاف او هاز كفعل مساعد في بداية السؤال وخلاص. Yes I have visited Giza، يعملها استفهام بهل، هنقوله ايه؟ Have you visited Giza؟ هل زرت الجيزة؟ مثال تاني No Sammy has not watched the film، في فعل مساعد has هنا، نقوله ايه؟ has Sammy watched the film. ونوت طبعا ما بنجيبهاش عشان هي ما بنجيبهاش في السؤال، ان هي جايه مع النفي في الجمله المنفيه اللي فانوه. طيب الاستفهام بقى اداه استفهام زي what when where، نضع have او has بعد اداه الاستفهام. سهى has eaten fish، اسال سؤال على الجمله دي بوات، يبقى وات في فعل مساعد هنا هذا اهو، وات has سهى ايتن، وما نجيبش فيش عشان دي بنسأل عليها. ممكن نسأل الجملة دي بطريقة تانية، ولو وات هاز سهى دون. خلص كده الاستفهام. المبني المجهول بالنسبة للمضارع التام هيتكون من ايه؟ الأول هنجيب المفعول في الأول، وبعد كده تاني حاجة هنجيب هاف أو هاز زائد بين زائد التصريف الثالث. أمير هاز ايتن دينر، طيب ابنها للمجهول، المفعول بتاعنا دينر جبناه في الاول، وبعدين جبنا هنا هاز. طيب لو كان المفعول ده جامع كنا هنجيب هاف، وجبنا من عندنا بين والتصريف الثالث ايتن زي ما هو، وامير دي جت في الاخر وجبناها مسبوقه بايه؟ باي امير. يعني الجمله الثانيه العشاء تم تناوله بواسطه امير. المبنى المجهول ان شاء الله هنشرحه بالتفصيل في فيديو خاص بيه. طيب الكلمات الداله على المضارع التام since already up till now، وانت عندك المعاني مكتوبة for just ever ever lately yet never recently so far. طيب الاستخدام بقى مهم جدا بتاع زمن المضارع التام ده، ليه انا بستخدمه؟ انا بستخدمه عشان يعبر عن حدث بدأ في الماضي وما زال مستمر. يعني زي ايه؟ I have lived in Cairo for 10 years، لقد عشت في القاهرة 10 سنين. ده بدأ في الماضي وما زلت عايش في القاهرة، يبقى ما زال مستمر. يعبر عن ايه كمان؟ أحداث تمت حديثا أو منذ فترة قصيرة. زي ايه؟ علي has just finished writing an email، لقد انتهى حالا علي من كتابة ايميل.
يعني الكتابة تمت حديثا ومنذ فترة قصيرة، لسه مخلص short time ago. يعبر عن ايه كمان المضارع التام؟ حدث تم في الماضي دون تحديد وقت حدوثه، يعني زي المثال ده she has cleaned the rooms، ان هي نظفت الحجرات، ما حددليش امتى بقى، امس ولا الصبح ولا ايه، فعشان كده استخدمنا المضارع التام في المثال الاولاني. لكن في المثال التاني لما قلنا she cleaned the rooms yesterday، فانا قلت هنا ايه، حددت الوقت الحدوث الفعل yesterday، فعشان كده استخدمنا ايه cleaned ماضي بسيط. طب استخدم المضارع التام كمان عند وجود دليل في الحاضر للحدث الذي تم في الماضي، يعني زي ايه كده، mother has tidied the rooms it looks very wonderful، متعجب ان الحجرة جميلة جدا رائعة، لقد امي، لقد الام رتبتها. فايه اللي تم في الماضي؟ ان الام رتبتها، ووجود دليل في الحاضر انها تبدو رائعة، عشان كده استخدمنا المضارع التام. الكلمات اللي قلنا عليها بتستخدم مع تدل على المضارع التام زي يت كده، لها اماكن في الجمله، يت في نهايه الجمله في السؤال والنفي. المثال اهو، هاز منى ميد ا كيك يت، دي سؤال جت يت في الاخر. they have not eaten lunch yet جت يت في الاخر، عشان الجمله دي كمان ومنفيه. نشوف بقى نيفر، نيفر تنفي الجمله بدون نوت. I have never been to England، وجت never بعد have، تستخدم never بعد have أو أو has، وبتنفي الجملة بدون not. كمان عندنا recently حديثا ولاتلي نفس المعنى في نهاية الجملة، تستخدم في نهاية الجملة. هاني has sent me an email recently أو lately، صح الإيه؟ يا دي جملة مثبتة، يعني جملة مثبتة لا هي نفي ولا سؤال. has مجدي done the homework recently أو lately، جملة استفهامية، جم في الآخر برضك. طيب المثال ده they have not eaten lunch lately، تلاحظ إن هي جملة منفية، استخدمنا lately، هو غالبا بنستخدم lately في النفي أفضل من من recently. طيب نكمل بردك، عندنا في حاجة مهمة جدا، up till now و so far في نهاية الجملة مع الإثبات والنفي. هبة has sent me 5 emails so far أو up till now، عادي جدا، لقد أرسلت هبة لي 5 ايميلات حتى الآن، وهنا المضارع التام has sent، وجم هنا في نهاية الجملة دي مثبتة، ولو نافية بردك كنا هنستخدمهم في آخر الجملة. حاجة مهمة، وأكتر حاجة مهمة في المضارع التام الفرق بين سينس وفور، خلي بالك منها. سينس بمعنى منذ، يأتي بعدها وقت محدد، يعني بداية حدوث الشيء ده، حدوث الفعل، تاريخ محدد، يعني تاريخ محدد، رقم سنة، اسم شهر، اسم يوم، لأن سينس بالمعنى كده منذ. نشوف طب نشوف الأول فور، فور بمعنى بمعنى لمدة، يأتي بعدها مدة الحدث، يعني الفترة اللي حصل فيها، حصل خد قد ايه يعني في الوقت. I have lived in Cairo since 1995، لقد عشت في القاهرة منذ 1995، دي هي منذ سنسها. استخدم فور في الجملة دي، فور هتقول المدة، فمن 95 لسنة 2020 يبقى 25 سنة. I have lived in Cairo for 25 years، دي حل الجملة ديت، والاتنين كده بيساووا بعض في المعنى. طيب نكمل بردك مع الفرق بين since و for. فلو لقيت مثلا عندي since 7 o'clock منذ الساعة 7 ودلوقتي الساعة 9، يبقى لمدة for 2 hours. طيب لو since 12 since 2000 منذ سنة 2000، واحنا سنة 2020 يبقى بقالنا 20 سنة اهو، يبقى نجيبها نستخدمها نبدلها بايه؟ for 20 years. طيب since yesterday وقال استخدم for منذ امس، يعني بقالنا يوم، for a day. since last week منذ الاسبوع الماضي، for the last week، لو استخدمنا دي في دي for هنجيب the بس قبل قبل last week، ده الفرق ما بينهم. since May منذ شهر مايو اللي هو شهر 5، وانا في شهر 8 مثلا، يبقى فات 3 شهور، for 3 months. طيب since then منذ ذلك الوقت،
يبقى نبدلها بايه؟ لو قلنا فور ايجز او فور لونج تايم. اخر حاجه معانا النهارده سينس سمر، منذ الصيف، وانا خلاص بقى الصيف عدى وخلص وعدى فصل، يبقى ايه؟ فور ا سيزون، لمده فصل ايه او موسم يعني. وكده يبقى انتهى الدرس بتاعنا النهارده، ونشكركم جدا ونوعدكم بفيديوهات جديده من قناه المستر، والف شكر، مع السلامه.